كالعادة مع مقطعنا الشهري وهالمرة لشهر أكتوبر نعلمكم وش الألعاب المجانية هالشهر على الإكس بوكس جولد وللبلاي ستيشن بلس. خليكم معنا نبدأ بالبلاي ستيشن بلس. أول لعبة هي فرايدي 13th، لعبة من نوع ألعاب الرعب، طبعا رعب البقاء، ومقتبسة من فيلم الرعب اللي بنفس الاسم. اللعبة تعتمد على الأونلاين بحيث 8 لاعبين يتم اختيار واحد منهم يكون شخصية جيسون. مهمته الوحيدة أن يقتل أكثر عدد ممكن من 7 لاعبين الباقين، وباقي اللاعبين مهمتهم الهروب من المكان. طبعا اللعبة تعتبر شبه عالم مفتوح، وعشان تفوز بشكل أسرع لازم يكون في تعاون بين اللاعبين. اللعبة الثانية هي ليزر ليج، اللعبة لعبة رياضة مستقبلية من مطورين لعبة الاندي أولي أولي. فكرتها أنك لازم تسوي حواجز من الليزر عشان تضرب الفريق الثاني. اللعبة تحتاج ردة فعل واستراتيجية سريعة حتى تقدر تتفوق على الفريق الثاني، وفيها طور الأونلاين 2-2 أو 3-3 أو 4 لاعبين أوفلاين، بالإضافة إلى 6 كلاسات مختلفة، وكل كلاس يتميز عن الثاني بشيء، وقدرات مختلفة وخرائط متنوعة. الآن ننتقل للإكس بوكس جولد. عندنا لعبة لايف لوك، لعبة أكشن شوتم أب تعاونية إلى 3 لاعبين بمنظور علوي، واللعبة فيها طور قصة وطور سيرفايفل عبارة عن مواجهة مع الأعداء وحرب لا نهائية. اللعبة متوفرة للمشتركين إلى 15 أكتوبر. اللعبة التالية هي أوفر كوكت، لعبة الطبخ التعاونية الشهيرة، ومن اسم اللعبة فكرتها أنك تقدم طبخات بوصفات معينة وبسرعة. اللعبة تقدم طور قصة وتحديات مختلفة في كل مرحلة، بالإضافة إلى طور التحدي بين 4 لاعبين، وتكمن صعوبة اللعبة في تصميم المطبخ وتغيير أماكن الطبخ والتقطيع والتنظيف، وتقدم متعة رهيبة خصوصا للـ4 لاعبين. متوفرة بشكل مجاني لمشتركي الجولد من 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر. اللي بعدها لعبة ستنتمان إغنيشن، الجزء الثاني من لعبة ستانتمان. فكرة اللعبة بشكل عام هي أنك تتحكم شخص يؤدي لقطات خطرة للأفلام، وفي الجزء الثاني قدم لنا اللعبة 6 أفلام بأنواع مختلفة، وكل فيلم بلقطات مختلفة لازم تأديها باحتراف، وبعد في طور ملتي بلاير وفي طور سباق وطور تحدي مين يجيب نقاط أكثر من خلال تأدية حركات خطرة. اللعبة متوفرة إلى 15 أكتوبر. اللعبة اللي بعدها هي هيتمان بلود موني، الجزء الرابع من سلسلة التجسس المعروفة هيتمان اللي صدر على أجهزة الجيل الماضي. وقصة هذا الجزء عن حياة العميل 47 تقدم لنا عن طريق المدير السابق للFBI. واللعبة كانت نجاح كبير لشركة ايدس من الناحية التجارية، وحتى النقاد أثنوا على اللعبة كثير. اللعبة فيها 12 مهمة، والأول مرة في السلسلة العميل 47 ينجز بعض منها في الولايات المتحدة. اللعبة متوفرة من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر. آخر لعبة معنا على الإكس بوكس جولد هي فيكتور فران، لعبة هي أكشن RPG مع عناصر اللعبة تعتمد على سرعة ردة الفعل. قصتها باختصار شديد أن البطل فيكتور هو صائد شياطين يحاول يساعد أهل المدينة في محاربة نوع جديد من الشياطين يغزو المدينة، ومثل باقي ألعاب RPG فيها سحر وتطوير شخصية حسب الأسلحة والأدوات المتوفرة لدى الشخصية. من 16 أكتوبر إلى 15 نوفمبر بتكون متوفرة. يعطيكم العافية على المتابعة يا شباب، ونشوفكم بإذن الله في فيديو ثاني. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامة.